المسلمين وأكبر المسلمين لا شخصيا قد كبر المهم من أنت أنا kakek dulu kakek belajar di Madrasah Darul Falah di Mekah. Kakek 10 tahun bikin pondok di Palembang roda dulu. Sekarang masih itu lagi. Masih alhamdulillah 150 hektar. Masyaallah. Santri alhamdulillah. Santrinya berapa? Banyak. Santrinya ribuan. Ribuan. Cabangnya ada beberapa tempat. Tapi ya ketika kakek masih hidup kan kami sudah belajar ke sini ya, begitu pula kakek sudah wafat. Jadi sarannya ketika satu bulan dua bulan sebelum wafat, rumah kakek itu semua buku-bukunya kebakar, jadi terputus. Jadi kami sekarang ini ya, ketemu dengan beberapa murid kakek ya. Jadi aku datang sudah wafat. Pulang dari sini ya kakek sudah. Saya Yai Haki Mas Arul, sama dari Palembang. Saya di Damaskus juga. Saya sama sering bersama sama Rufai juga. Ya, masuk dua orang dari Mas Ari. Beberapa kita sekarang ngajar di Sulu. Sulaiman ya, dari Sulu. Sulaiman. Dari Sulu. Saya Hermanto. Dulu mulanya di Rugi. Rugi. Dan buku. Maksudnya sudah lain. Maksudnya sudah lain. Min al-muhib al-syekh. Kebelah itu dari ilah tahrim ala syekh. Wa ilah makkah. Kebelah itu lain. Saya Midrash. Jadi serahkan. Saya Abdul Holik dari Tegal. Dari Muhammad Ramadan. Sampai sarang. Mangge derek seh apa sekali insyaallah ni derek ngajar lari-lari sepentungan ni. Assalamualaikum, saya Muhammad Syafi'i Mas Ubiyan dari Medan. Saya dari Pondok Pesantren Pondren Darul Hikmah Medan. Saya muridnya Syekh Ahmad. Orang tuanya Kiai namanya Lahmudin Nasution, ketua MUI Medan, julukannya Syafi'i Sohir. Syafi'i Sohir. Hayash Arantisi. Hayash Arantisi. Dari mana? Itu. Muhammad Luqman Hakim dari Malang. Pesantren di Ma'ahad fi Solo, semua Ma'rifah wal Adab. Kami mudir endo sadarham. Wa kalau la mudarrisun. Alhamdulillah ini kan. Kalau kita baca kitab di aqidah, kita baca aqidah terawal. Syarhkan. Terus kepada Abu ya. Nampak. Inna najarat anak. فنحن قرأنا نقلكم عن مشايخكم جزاكم الله خيرا و بقينا في الخاتمة. ممكن
مبارك بعلمكم وبركتكم. الله وبارك فيكم. وفيكم سيدنا. وتصلوننا بمشايخكم و ان شاء الله متصلين. امين امين. نحن نحاول أن نعيد ربط الجيل الجديد بالمشايخ والكبار والعلماء، لأن كما قلتم يعني في الدرس الجامعات يعني قطعت كثير من الناس عن الكبار والعلماء الصالحين، وإن شاء الله نحاول يعني بقدر المستطاع أننا نعيد أن نربط الجيل المتأخر هذا بالعلماء والصالحين، لأن بركة العلم إنما هي في صدور الرجال وليس في مجرد الكتب. نرجو بركتكم ودعائكم لنا وللإخوان أجمعين. يمكن أن نقرأ. مرحبا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد كل الناظم رحمه الله تعالى قال: وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة، ناظم تلك أحمد المرزوقي من ينتمي للصادق المصدوقي. قال الشارح: أطال الله في عمره وبقائه. وهذه الألفاظ من بداية المنظومة إلى نهايتها عقيدة إسلامية وجيزة سهلة ميسرة لقارئها من العوام، لا يشك تحصيل معانيها ولا يعسر حفظها ولا يتعب نطقها. واسم ناظمها أحمد المرزوقي رحمه الله رحمة واسعة، الذي ينتسب لرسول الله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. السلام على سيدنا محمد خير من علم الخير والهداية، وعلى آله وصحبه، وكل من دعا إلى إصلاح الأمة، وكل من يبتدي ويتأسى خير نهج وطريقة. والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وينفع كل من اشتغل بهذه العقيدة نفع العميم، فإنه تعالى خير مسؤول وبالإجابة. إنما ختم الناظم منظومته الشريفة بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه، عملا بحديث: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة. الناظم رحمه الله: سميتها عقيدة العوام
من واجب في الدين في التمام. أرشد رحمة الله عليه سميت هذه المنظومة عقيدة العوام، وحيث إنها اشتملت على العقائد الدينية الواجبة على كل مكلف، فهي من واجب الدين الإسلامي بالتمام. تم بحمد الله وله الفضل والمنة شرح هذه المنظومة النفيسة، وكانت بداية كتابته في ليلة الأحد 23 رجب سنة 97 و13 هجرية الموافق 9 يولي سنة 1400 بروضة النبي صلى الله عليه وسلم، ونهايتها في ليلة الجمعة 12 شعبان سنة 1397 هجرية الموافق 28 يولي سنة 1477 ميلادية بمقام إبراهيم عليه السلام بقلم جامع العبد الفقير إلى مولاه القدير محمد إحياء علوم الدين، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولأحبابه ولجميع المسلمين، وجزى الله تعالى خير الجزاء عنا شيخنا وأستاذنا الحبيب محمد بن علوي المالكي الذي هذبنا وأدبنا وعلمنا وربانا وشجعنا على الدعوة والإرشاد والتأليف حتى خرج هذا الكتاب بهذا الشكل والنقد المقبول. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك ونفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وجدنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وأمل لا يرفع ودار المشتري وما علم بنا كلنا وعشنا في ذاتنا وعدنا سبيل السلام ونجينا من الظلمات إلى جنات الفواحش ما ظهر منها. بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وأزواجنا واجعلنا شاكرين لنعمتك مسلمين بها عليك قابليها وأتمها علينا. اللهم كما أنعمت علينا فزد، وكما زدت فبارك، وكما باركت فأدم، وكما أتمت فلا تسلم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وآتنا ولا تحرمنا، وأقمنا ولا تكرمنا، وآثرنا ولا ترسل علينا شاربين غانمين مستبشرين مجبورين مرهودين برحمتك. وما تخفينا في تيسير كل يسير، فإن تيسير كل يسير عليك يسير. نسألك اليسرى والمعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب العالمين. ربنا تقبل منا قبلنا بسر الفاتحة. فاتحة من شهادية الواشر وشهد الوارد أبي الشيخ محمد علي المالك والشعب الرحمة يحيي درجاته الجنة وأنما يحيد علينا ببركاته وأسراره وأنوار قلوبه. الفاتحة. Thank you.
سولو موقعكم فين؟ في المدينة. نفس المدينة. نعم. لكنني أنا أسكن في تومان. تومان. قريب من نعم قريب من الحي صالح. في تار من تاريخ ولا نعم أرسلني الحاج عمر إلى هنا لقبول الطلاب الذين سيذهبون إلى تاريخ الحمد لله يعني كنا من 2009 إلى 2020 نعم مع أهلي صورتك مع أهلي أبي قريب قديمة صورة قديمة لكن يعني تحتاج إلى جديد مرة ما زالتم من داني نعم في 2009 نحن برا لا لا إنما كان معي طلاب من إندونيسيا ومن ماليزيا Singer so kopi monggo singer monggo ada kopi tadi sebagian teh ayo sana kamu kopi kamu kopi Indonesia Malaysia alhamdulillah alhamdulillah من 2009 إلى الآن. صار إندونيسي. طبعا عندي زوجة من أتي. لا ليست من جاوة لكن أتي. من سبل السلام. شيخ في أي سنة ذهبتم للدراسة إلى مكة؟ هل هذا روى يعني بنفسك أو تجيء من والدك؟ سبحان الله. Pasirna. Saya dulu dari Kalimantan, Kalimantan dulu, dari tahun 65 sampai 74. Waktu 74 saya pindah ke Yapi, Bondowoso, Asuhan Abu, Husin Habsyi. Keliling dunia Islam. Yeah. Terus nih. Jadi kami mengisi. Mengamu. Assalamualaikum. Salam.
terima kasih. Beliau tahu siapa yang mau keluar resmi, saya beri rekomendasi. Hanya sekitar surat, bukan bahan jalan. Hanya kita sepakat 7 orang untuk sama mudanya. Sami Umar Sahid ini. Ya, Umar Sahid. Umar Sahid. Wala zinna fi barakatikum sayyidi. Perenggan, kurang satu. Jadi ceritanya hanya kita 7 orang ingin berangkat dengan catatan ke Maroko yang beda tempat ya. Saya waktu itu malah mau ke Libya. Mestinya begitu. Ada teman saya ke Jordan, ada yang ke Medina, ada yang ke. Tapi kita sepakat karena waktu itu naik kapal ke laut. Akhir kapal laut. Akhir kapal laut. 74 atau 75? Itu 74. Sepakat harus sowan Rasulullah. Kesepakatan kita sebelum kita nyebar-nyebar sana. Saat kita berangkat ke sana, Abuya awal marah dia putusan negara. Abuya Muhammad. Kita berangkat ke sana kan 15 hari. Abuya masuk sini. Masuk sini kita tidak sampai di Jeddah dan langsung Medina, ya. Dengan Rasulullah. Dari Medina langsung ke Mekah. Mekah, Abu sudah datang. Ketemu di Masjidil Haram. Tanya kamu dari mana ini? Dia sudah tahu Indonesia. Kenapa harus jauh-jauh? Ya sudah di sini aja. Kamu saya usahakan, saya daftarkan ke Ajamiah. Terima ikut ujian lulus semua, jadi sudah terbuka apa. Terus tempat tuh di mana? Belum ada tempat di rumah saya. Sementara Abuya masih dosen biasa, belum punya pondok. Akhirnya kita masuk di rumah beliau, ya belum ada keterikatan santri. Beliau berangkat ke kampus, saya kita juga itu aja.
langsung untuk berapa bulan. Terus akhirnya masa ada masa libur panas, kita nggak ada aktivitas. Ternyata beliau mengajar muwatok dengan teman-teman dari Sarang, dari ini. Jam 10 ya kita ya ikut guru juga. Di situ kita tahu ilmunya apa ya. Dia muwatok masya Allah, 1 hadis 2 jam. Bahar mana lagi? Bahar. 15 juta, nulis kitab 15 juta, 50 kitab. Semua fan ada. Masih muswada. Akhirnya begitu saya pikir ini ilmu di kampus ya gitu. Begitu mau masuk lagi, saya pindah sama beliau. Ya, ya saya mungkin tidak meneruskan dulu. Kenapa? Nanti teman-teman lu punya gelar, kamu gak punya gelar kan? Saya bilang tentang masalah, bukan masalah gelar dan tidak. Saya dari guru ke teman. Ya boleh istikharah lah katanya. Istikharah. Istikharah 4 malam berturut-turut sama isyaratnya. Saya masuk kampus, tapi dikelilingi api. Panas. Ya aman. Ya, berarti syaratnya ya sebaiknya berhenti. Tapi masih perlu saya meneguhkan istikharahmu. Saya jazai istikharah isyarat Quran. Setelah soal istikharah suruh baca Fatihah 7 kali. Salam Fatihah 7 kali. Saya jasa memang tak apa-apa kan ya. Suara Quran saya roh terus nanti apa hati-hati juga li selamatkan juga kita Quran apa isyaratnya bikin pertama antara bisyarah dan idharah saya buka wasbir nafsaka ma'alladhi liyukku narasahu wa'alladhi wa'alladhi itu nawaja wa'alladhu a'inata nya saya matur sama teman-teman tahu saya tidak kuliah cukup ilmu apa di kuliah subhanallah semuanya ya tidak boleh kuliah kan jadi satu semuanya sama tidak kuliah abu yang mimpi ketemu Rasul kamu bikin pondok di rumah sendiri kayu bersambut itu bagi aku yang merasa punya murid datang ya, wow itu kalau punya murid sendiri kita digas ngaji-ngajinya itu, digas maksudnya ngaji pagi ngaji, jam 10 ngaji, luar ngaji, asar ngaji, 4 tahun grip, masya Allah, orangnya kuat ini. Kita yang payah-payah sendiri baru setelah itu datang ke sini dari dari tanpa ada sahbi Ali hak kau pergi selamat kebingan itu kebingan
جاز متواضع أهلش شرف لنا شرف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رفع من استند بشهره العمل إلى علي بابه وواصل من انقطع بحسن عمله إلى عزيز جنابه سبحانه أن جعل العلم نورا للمهتدين وضياء للمسلمين وصفاء لصدور المؤمنين حجة على الغالين والمتن والجاهلين والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائد الغر المهجر وعلى آله الطاهرين وأصحابه هداة المتقين والتابعين لهم بإحسان يوم الدين أما بعد فيستجني الإتجاه كل منكم وخصوص أحمد بن علي بن أحمد الشهابي من قدمته دروسا مستفادة من شرح أبوي الشيخ محمد علي المالكي الحسني مندومة عقيدة العوام للعلامة الشيخ أحمد علي المالكي المكي المسمى بجلال العوام شرح عقيدة العوام الذي جمعته امتثالا لأمره وتلقيته من فضيلته أثناء تقريره عندما كنت طالبا المشاريخ لديه مقع مكرمة تبركا به واتصالا به وبشنته وأقول أجشت به لشهادتكم وبجميع مرويات سيدنا الوالد أبي سيد محمد علي المالكي الحسني قدس الله مسيره أجشتكم وأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والألم ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى ويحسن أعمالنا ويجعل في طاعته استغفارنا ويختم لنا بشهادة أجلنا ويكون لنا نورنا يوم القيامة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أوصانا ولمن أحبنا فيك والمؤمنين والمؤمنات على خير المروات صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كلما تقرق الذاكرون وغفر عن عارف محمد حميد أبو محمد حميد حميد هذا زوجته وولده شافي ويندرا الخالق سامحونا على التقصير كرمكم الله سامحونا على الإزعاج أكثر ما استفدنا من درسكم اليوم نعم الله أعاد لنا
مجالس الصالحين ومجالس العلماء يعني ذكرنا كثيرا. شعرنا أننا انقطعنا فترة كثير من مجالس الصالحين، لكن الحمد لله اليوم يعني أعاد إلينا قليل من حياة الأرواح تعالى لا يقطعنا. جزاكم الله خيرا سيدي، نريد إجازتكم لإخواننا بأي ذكر أو دعاء ينفعنا أو ينفعهم. من التوجهات نعم قدر المستطاع لي نعم. سامحنا على إزعاجكم سيدي. لا ما شاء الله فرحنا جم جم. الإخوان كانوا يريدون الإجازة مني، قلت لهم أنا ما عندي الإجازة عند الشيخ أساساً. بس أنا أبويا معنا. لأن السيد المالكي رحمه الله فأنتم الوسيلة إليه. الوسيلة ما نريد الواسطة إليه، الوسيلة إليه. أنتم أولاده وتلاميذه الحمد لله. لم نلتقي به، لكن كنت أريد أن أخبركم قبل كورونا. كورونا. أنا عمي في مكة. عمي في مكة و. كان دائما يحضر مجالس السيد محمد أحمد المالكي. ففي سنة 2004 عندما توفي السيد محمد المالكي، أنا كنت في مكة ذهبت للعمرة، وكان قصدي أن أزور السيد المالكي. يوم إيش؟ كان في رمضان، في يوم وفاة السيد، لكنني جئت قبل رمضان. وعمي كان يعرف السيد محمد، فطلبت أن نزوره، قال إن شاء الله غدا، لكن في الليل كان خبر وفاة السيد. وقبل كورونا رأيته في المنام مرة يقول لي، قال كنت أنا وأحد الإخوان من المشايخ اليمنيين، يقول لي قال تعال عندي. فأخبرت هذا لأحد المشايخ اليمنيين الموجودين في المنطقة، قلت له بالأمس رأيت السيد محمد علي المالكي يخبرني أنا وإياك، يقول تعالوا الاثنين تعالوا عندي. يعني ما كيف أنا بعد سأسأل يعني. فسأل، فكان في ذلك الوقت اجتماع الصفوة، كان في اجتماع للصفوة. قال يعني أظن أنه السيد المالكي يريد أن نحضر في الاجتماع، لكن خلاص الاجتماع انتهى يعني، خلاص إن شاء الله مرة أخرى إذا في وقت. ففي هذا كان في تلك الليلة يقول لي تعال عندي تعال. والحمد لله إن شاء الله جئنا إليكم سيدي إن شاء الله تعالى أن تقولوا لنا أن نأتي إليه إن شاء الله. إن شاء الله على نادر أبويا. آمين آمين. أنت معنا على نادر أبويا. إن شاء الله. قال تعال عندي. نعم. هذا مهل. هذا هو مهل. كنا دائما نقول يعني كيف أيها، لكن الحمد لله أراد الله سبحانه وتعالى ونأتي. روحيا. ini amalan sehari-hari buat tawajuh. Bas ya. Cukup kabinet. نحن يمكن نصوره أو موجود هنا نشتري من هنا.
منكم الله كرمكم سامحونا إذا أزعجناكم كثيرا أو أخذنا من وقتكم ما شاء الله يمكن أضعنا عليكم وقت في شرور وخبور الحمد لله جزاك الله خيرا كل شيء في دابور ما شاء الله والآن جاء وقت الفطور كان وقت الفطور بسم الله هذا هديتي لكم سيدي هذا لا يليق بمقامكم سامحونا سيدي على التقصير في حقكم أكرمكم الله أكرمتمونا كرامة لا يكرمنا بها أحد جزاكم الله خيرا تقصير أكيد يعني أكيد عند مصير لا يجلس بلا صورة الأرقام الزيادة أكيد نورتمونا شيخ نورتمونا بنور شيخ سيد أصلاً به تريدون الصورة sekarang foto bawa kitabnya bawa semua Thank you.
banget. Gak ada cuma musim puasa. Panas dan panas sekali. Mengabadikan keulamaan. Siapa yang bawa? Siapa yang bawa sendal sih? Siapa yang bawa sendal sih? Ya. Hah? Iya, bagus banget. Bisa. Kursi. Kursi. Iya iya iya, kayak sekarang lah. Iya pas. Thank you.